السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم الإخوان على لاشين ديالي سيغ يوتيوب. الفيديو ديال اليوم إن شاء الله غادي يكون على البارفو أنطونجل. هاد البارفو هذا سيتين ديستريبيسيون لينكس بازي سيغ لو سيستيم دو بيان أوبن سورس. كيف ما كتلاحظوا هذا هو السيت أوفيسيال ديال هاد البارفو هذا. تلاحظون راه كيعطيوك هنا لي غوسورس ديالو ان جي فاير وول سوليسيون تيليشارجي اش تي. هنا في هاد الحالة كما تلاحظوا هاد البارفو ديالنا هنا راه كيعطيك واحد تعريف مبسط لهاد البارفو هذا وشنو كيدير. ديسان دو لا لينك سيبار لي ريزو انترنيت اي اكستر لو بارفو فلتر لو ترافيك basé sur l'adresse IP, le protocole et le port, ce qui permet aux administrateurs de désigner les systèmes et services, par exemple HTTP, les FTP, etc. sont accessibles au public. Il y a des flux, des distributions de parfois des flux, voilà que les services, les applications, les applications. اللي فيها هما اللي بعض الابليكاسيون كاينين بيون ماشي كلش. هنا فاسيلمون هنا اوبن سورس اي غراتوي سو لا جنو جينيرال بوبليك ليسونس فاسيلمون سيسيون بلوكي بلوك بازي سور دي ريغل سامبل. لان كل جميع لي بارفو اللي كتعرفو نتوما راه تيكون بازي على لي ريغل و البرانسيب ديال مور لي فونكسيون ديال لي بارفو كاملين تيكونو هما البلوكاج ديال لي ترافيك اونطرون فيغ لو ريزو لوكال ديالنا. حنا حيت هنا كنبلوكيو لي ترافيك اونطرون لي كيدخلو عندنا الريزو لوكال ديالنا حيت هذا علاش حنا كنديرو الفلتراج تما والبلوكاج. بالنسبة في هاد الحالة غادي نشوف ان شاء الله كيفاش نديرو لانستالاسيون و الحالة اللي جاية ان شاء الله غادي نشوفو كيفاش نتكلمو عليه ونديرو واحد تيب عليه ان شاء الله. هنايا يمكن لكم تيليشارجيو هاد ليماج ديال هاد البارفو هدا. غادي نمشي لتيليشارجي هنا لي ريكومونداسيون مينيمال بور انستالي pour l'installation de ce système firewall entangle la CPU 32 bits ou la 64 bits pour l'architecture d'une carte mère la 32 bits 4 GB ou la 64 GB la filtre à l'intérieur 4 GB. Là l'image format de l'image à télécharger ma télécharger ISO image format de USB. هنا ديال ال VMware كتيليشارجيها اوتوماتيكمون كيمكن لك تخدمها. هاد الحالة هادي مي هاد ممكن تيليشارجي هاد هي شوية كتكون كبيرة على طي ديالها جيجا. هادي مصوبينها هما ولكن ننصحكم تيليشارجيو بالاول. انا ايزو سي دي ايماج كدير ستارت داونلود او كيدير تيليشارجا. انا الاخوان هنا راه غادي نتيليشارجي هاد ليماج. Deuxièmement, d'abord l'installation, configuration plus l'installation. Je suis le VMware. Là, on a démarré la machine Windows en client. Je suis CD Create, New Virtual Machine. Je suis en train de faire le fichier de Entangle. La version 12. سيستم لينكس كتختار. هنا غادي نديرو له اف دبليو فايرول. هنا خليه ماكسيموم ديسك 20 جيجا. هنا غادي نمشيو نزيدو واحد لقطة ريزو الثانية غادي نخليها هنايا في ام نت 5. هنايا غادي نرد انا هاد النيتورك الاول لادريس
قطع زلول غادي نردها في امنت 5، والثانية غادي نردها بريدج. هنا اي فاير وول كيف ما بغى يكون النوع ديالو الاخوان، ضروري تخدم على واحد البرانسيب ديال بليزيور كارت ريزون، حيت بليزيور انترفاس، حيت هاد لي زانترفاس ديال لي بارفو مهمين بزاف. حيت علاش؟ حيت كل انترفاس كان سيباريوها الريزو باش البارفو ديالنا كيرجع كيخدم وكيخدم من الروتاج كيدير لنا الفلتراج. حنا غادي نشوفو في الانستالاسيون كيفاش غادي يكون، غادي نشرح لكم كيفاش كيكون، كيفاش كيخدم من هاد البارفو. هنايا غادي نمشي نطلع لا رام، غادي ندير لها 2 جيجا، بروسيسور غادي ندير له 2. اوكي سرنا شوية لانستالاسيون، غادي نمشي كليك اوكي. اوكي هذا هو الانترفاس ديالو كما تلاحظوا. غادي نختار انا جرافيكال انستال، هنا غادي نختار لا لونغ فرنش، لي بارفو لانسالاسيون ديالها بلي فاسيل، لا جيستيون هي اللي كتكون صعيبة شوية ديال هاد لي بارفو. هنا هو كديتكتي ان الماتيريال كاتريز، وهنا في هذه الحاله قبل ما تبداو الانستالاسيون كن نعطيكم واحد لا رومارك، بالنسبه ضروري خصك دير دو كارت ريزو اجوتي او دوبل كارت ريزو باش يمكن لك باش يعرفهم اون فوا ديماري لانستالاسيون باش يديتكتي ديك لي ماتيريال باش ما يوقعلكش مشاكل من بعد الانستالاسيون. كدير وي هنا راه غادي يبدا يبارتيسيوني الديسك. نمشيو نشوفو واحد ديسكريبشن نديرو انايا هنايا، هذا هو اللي غادي نخدمو عليه ان شاء الله. هنا غادي ندير الريزولان ديالي اكستر لوكال، وهذا هو الوان ريزوان، ريزوان هذا ديال السحابة ديال الانترنت، ما يكون اكسي ديال الانترنت. انا الروتور ديالي هنا غيكون روتور ولا ليكن وان، هنا غادي الروتور يكون عندي دي اس بي، غادي الانترفاس او تي اس زيرو، غادي ناخد لادريس اوتوماتيك من دي اس بي ديالي هنايا من الروتور، غادي ناخد هاد الانترفاس غادي تاخد واحد لادريس اي بي غادي تكون مختلفة على هاد لادريس هادي. هنا غادي يعطيني لادريس 192.168.1 شي رقم، هنا او تي اس زيرو، هنا او تي اس واحد، بارفو ديالنا انتونجل فيرسيون دوز، هذا هو البارفو ديال البارفو ديالنا، وهذا انترفاس الثانية هي هادي ديال لوكال من لوكال. لادريس اللي غادي نعطيها البارفو ديالي هي 172.16.01 /24 ماسك، و والبوست كليون ديالي اللي غادي ناكسيدي باش ناكسيدي لهاد لادريس اللي غادي تكون عنده ان شاء الله باش ناكسيدي هاد البارفو، غادي نعطيه 172.16.02 باش يكونوا في لو ميم ريزون، باش يمكن لي ناكسيدي لهاد الانترفاس هادي باش يمكن لي نجاري هاد البارفو ديالي. ومن بعد ما غادي ناكتيفي دي اس بي فيه هنايا،
غادي يعطيني ديال السي بي ديال هذا البارفو هذا كما تلاحظوا، اوتوماتيك لادريس كليا البوست كليون ديالي لادريس اي بي، باش يمكن لي ناخذ الانترنت، باش يمكن لي نخرج للريزو اكسترن. غادي الترافيك ديالي غادي يبقى يدخل من الانترنت، غادي يجي من الروتور من السيرفيس بروفايدرز، وغادي يدخل للانترفاس او تي اس زيرو ويدوز على البارفو ديالي اللي مانستاليه، ويخرج من او تي اس زيرو. غادي هنا يتم الفلتراج ديال الترافيك اللي دخل، من بعد غادي يدخل لي البوست كليون ديالي. والعكس صحيح، بالنسبه لك شي حاجه خرج لا اونفويت شي ميساج ولا شي حاجه، هنايا ملي غادي يدخل غادي يدير لنا الفلتراج ديال لي باك ولا لي ترافيك اللي داخلنا. في هذه الحاله غادي ان شاء الله ملي غادي تاكتيف دي اس بي غادي يخدم لنا الانترنت هنايا، باش يبقى يمكنني باش نبدا نجري البارفو ديالي. وهذا الشيء كامل غادي ان شاء الله نخليوه ان شاء الله للجزء الثاني اللي غادي نتكلموا عليه ان شاء الله. هنا في هذه الحاله غادي نختصر انا في هذا الجزء هذا غير على لانستالاسيون، وغادي ندير بيت كونفيغوراسيون اللي غادي ما غادي نتعمقش فيها بزاف في هذه الحاله ان شاء الله. نشوف لانستالاسيون واش هذا كمل ولا لا. صاحبنا مثل ظهر قرب يسالي لانستالاسيون هنا كما تلاحظوا مع الاخوان الديستريبيسيون ديال انتونغل راه سيتين ديستريبيسيون لينكس، ولكن ديفلوبي حيت هما ديفلوبي كيعطيوك بان بالنسبه للجرافيك. حنا كنعرفوا الجرافيك ديال لينكس، حيت لينكس بدون جرافيك بدون واجهه تيكون هو الجنو ولا الجينيوم. هنا اكيد هنا هما شنو تيديروا في هذه الحاله بالنسبه لهاد لي ديفلوبر ديال الانتونغل ولا لي بيكوب ولا داك لي سيستيم اللي تنعرفو حنايا. هنا شنو كيشدو النوايو ديال سيستيم لينكس، حيت سيستيم لينكس اوبن سورس، اي واحد يمكن لي ديفلوبي هاد السيستيم هذا يخرج سيستيم اللي بغاه هو. كيدير الواجهه بالنسبه للواجهه اللي غادي يجيري بها البارفو ديالو ولا السيستيم ديالو، هو حر يديرها كيف ما بغى يدير يديرها، ماشي مشكل. هذا اللي خدموا عليه هما هاد الناس ديال انطونغل، داروا سموا انطونغل، مشاو نويو شدوا ديال لينكس كيف ما هو وديفلوباوه وزادوا لي سيرفيس اللي غادي يخدم بهم هاد البارفو هذا ديال. غادي نشوفوا هذا السيرفيس اللي غادي ان شاء الله من بعد ما غادي يكمل الانستالاسيون غادي يطلب منا نتيلي شارجيوهم من هنا لتما يسالي ان شاء الله ونكملوا هاد الانستالاسيون. كيف ما كتعرفوا من بعد ما انتهت الانستالاسيون غادي نديرو تامن باش يديرنا الرودي ماراج ديال السيستيم.
غادي نمشي نشوف واش البوست ديالي كليون واش عنده لادريس ولا لا. كيف ما تلاحظوا عندي لادريس ديجا عطيتو لادريس هدايا 172.16.02. شوفو هذا واش غادي انيبل كما تلاحظوا ديال الواجهة ديال الكارفو ديالنا هنا اوتوماتيك من بعد ما كيطرد يا مهارك عندك الواجهة ولكن تيفتح لك النافيغاتور باش يعطيك الامام باش تكمل لا كونفيغوراسيون. شنو غادي نديرو في لا كونفيغوراسيون هنايا على حسب غادي نختارو شوفو كونفيغوراسيون فرنش على حسب لادريس اي بي. دابا راه باقي ما عطيناش لادريس لي زادريس ديال لي زانترفاس اللي عندنا في البارفو دير نيكست دير سويفون. هنا غادي كاين واحد الكونت لادمينستراتور هو ادمين انتجري في لي سيستيم بعد لي ديستريبيسيون لينكس بعد ما تيكونوا فاهم ضروري. من بعد ما كتكري انت كدير المود باس غادي ندير اسيدي المود باس ادمينستراتور ايميل بغيت تخليها هنايا انا بغيت تشونجي فيزو او اغ بغيت غادي نخليوها هنا هكا هادو هما لي زانترفاس اللي عندنا اكسترنال و انترنال و تي اش زيرو هي اكسترنال و انترنال و تي اش واحد باش تأكدو من هاد بغيتو تعرفوهم فري بليزادريس ماك غادي نمشيو اسيدي ل الفي ام سيتينغ شوية الحمد لله ولكن هنا نمشيو الفي ام نيت في ام نيت 5 باش نعرف هادي واش اكسترنال ولا انترنال غادي نكليكي على ادفانسد 60 هادي فيني بالفعل هاداك في ام نت 5 هي ريزو لانترفاس اكسترنال هي اكسترن 4 اي اف 60 هاي كيما تلاحظو ادرس ماكي هادي البريدج انترن تي اس زيرو وهادي هي بريدج اوتوماتيك هادي هي انترنال غادي ندير اوكي غادي ندير سويفون هنايا غادي نخدم اما دي اس سي بي بالنسبة لشي باش ناخد لانترفاس ديالي لانترفاس اكستر تاخد لادريس اي بي ولا يمكن لي نكونفيكوريها على حساب اما ستاتيك ولا البي بي او او نعطي لادريس ستاتيك. هنا غادي في هاد الحالة نخليوها ديال السي بي غادي ندير غافريشيغ دي اس سي بي راه كيعطيك لادريس اي بي و كيعطيك الماسك بار ديفو الباسريل و الدي ان اس برانسيبال. الا بغيت تخدم ستاتيك يمكن لك دير هاد الخدمة هادي نتا كدخل لادريس اي بي و الماسك و الباسريل و كدير الدي ان اس و الدي ان اس سكوندير غير لي دي ان اس في ستاتيك يمكن لك تدخل لي دي ان اس كدخل الدي ان اس برانسيبال كدير لادريس الباسريل ديالك و السكوندير كدير ديك 8888 ديال الدينيز ديال اتصالات المغرب.
كاين هذاك، كاين 888، وكاين 212 217 11 وزيرو 12. هذا ما ديال انا غادي بتن هنا راه باقي ما عطانا لادريس. هنا الا ما عطاناش لادريس الاخوان غادي نمشيو نشوفو نقلبو هاد لي زانترفاس اللي عندي هنا. غادي نرد انا هادي في ام نت 5 نرد بريدج، وهادي غادي نرد في ام نت 5. ديال اوكي هنا في هذه الحالة لما تكون في قرش الريزو انتر اكستر من بعد نرجعوا له ان شاء الله البارفو ديالنا. يمكن نديروا لاجيسيون ديال البارفو ديالنا، يمكن نكونفيغورو هاد الانترفاس. كما تلاحظوا هو خدا لادريس. هنا المشكل اللي كان قبيله غير في لي زانترفاس. هنا كنمشي للفي ام سيتين، خصك تقلب لي زانترفاس و تيخدم لك داكشي هو هاداك. هنا الروتور ديالنا راه خدا لادريس 192.168.1.5 اللي قلت لكم قبيله. انا الماسك هنا الباسريل، وهنا الدينيس كيعتبرو هو الباسري. غادي نمشيو نكونفيكيرو الانترفاس الثانية، كدير سويفا. فهاد الحالة الخدمة لو بغيت نديرها ستاتيك ديرها ستاتيك. بحال دابا نعطيك 5 فيكسيلو 1.5، وفي الروتور يمكن لك تمشي تفيكسي هاد لادريس هادي باش البارفو ديما يبقى واخد هاد لادريس هادي. هنا غادي نكونفيغيرو الانترفاس او تي اش 1 ديال لوكال ايتاب 4 هنا راه عطانا لما نمشي نكونفيغيرو. هنا كيعطينا دو ميثود باش يمكننا نعطيو هاد الادريس. هنا اعطيك طب ميثود ديال الغوتور، وهنا لو بون ترونسبارون. هنا في لو غوتور في لو بون ترونسبارون هنا اعطينا بالنسبه للروتور، هنا تعتبر بان البارفو ديالنا هذا اللي فهاد ليطا بعدا فهاد لا ميثود هادي كيعتبر بان البارفو ديالنا هو روتور، بارفو روتور في نفس الوقت كيدير لنا الروتاج وفي دي اس سي بي اللي غادي يعطينا لادريس اوتوماتيك. هنايا كما تلاحظوا لادريس عطانا بار ديفو، ولكن غادي نشونجو هاد لادريس نديرو 0.16.7. غادي نخليو الماسك 24. هنا اوتوريزي لو سيرفر ديال سي بي بار ديفو باش يعطينا لادريس اوتوماتيك للبوست كلون ديالنا. الا ما بغيتشي دير لو ديزاكتيفي. هنايا لو بون ترونسبارون هنايا شنو دير لك؟ هنا كيقول لك كاين بارفو وكاين بارفو اخر ماشي روتور. هنا باش تفهموا هنايا ما كاينش الروتاج في هذه الحاله، في هذه لا ميثود هذه ما كاينش الروتاج وما كاينش ديال سي بي.
هنا فتحها لك هنا روتاج دي اس بي والناط، يعني بين تدلقنا على الروتاج على حساب الانترنت. هنا ما كاينش في هذه ليطاب الثانيه لو بون ترونسبار باش كيدوز، كاين هنا بارفو ولكن غير ترونسبارون كيدوز لك الترافيك. هو قال لك هنا سات ميثود اي ريكوموندي سي لو بور اكسترن اي كونيكتي ان فيروال ووتور اي البون لي زانترفاس انترن اي اكسترن اي ديزاكتيفي لو دي اس سي بي. هنا دي اس سي بي ما تخدمش حيت الفايروال اللي عندنا الاخوان راه ما فيهش دي اس سي بي، ما فيهش روتر بمعنى الكلمه. هنا ما كاينش روتر، هنا فايروال ما فيهش روتر، والفايروال اللي كان عندنا ما فيهش روتر، ما عندنا ما نديرو به. هنا في هذه الحاله باش نخدمو حنا، هنا كاين بعض الاخوان يمكنهم يخدموه هنايا في الشركه يمكنهم يخدموه، ولكن هذا احسن من هذا. هذا كيدير لنا الروتاج، كاين لنا مصداه والفلتراج دي اس سي بي، كيعطينا لي زادريس لي كليان. هذا احسن من هذا. غادي نديرو سويفون. كنتمنى يكون هذا الشرح بدان فهاد الشيمات هذا ما يكون وصل، حيت راه ماشي شي حاجه صعيبه. انا اللي طلب الذكاء والمسائل راه غير ما تصور مفهوم المسائل. هنا عندنا بارفو انتجرين فيه روتور دي اس سي بي، كي درنا الروتاج هنا ما فيهش، هنا كاين غير بارفو ما فيهش دي اس سي بي، ما كيديرش روتاج صافي. راه لو بون ترونسبار راه باين غام ترونسبارو، راه ترونسبارو كيدوز. كدير سويفون من بعد كيدير سوفر ديال لي زابلي ديال الكونفيغوراسيون. لادريس ديالي هي ديال لانترفاس 172.6.0.1. configurer les paramètres de la mise à jour automatique. خليه سير سويفون. هنا la félicitation le entangle serveur est maintenant configuré. Vous êtes maintenant prêt à configurer les applications. les applications اللي درت لكم اليوم الاخوان غادي نشوفوهم ان شاء الله. كدير سويفون ولا ترميني. هنا غادي سدنا لاباج وغادي يعطينا بارامتراج لي زابليكاسيون، هادوما لي زابليكاسيون لي غادي نتيليشارجيهم ان شاء الله. على كيفاش هنا دي زابليكاسيون، كاين ويب فلتر هذا اللي غادي يدير لنا الفلتراج ديال لي سيت ويب، وفلتر كاين فيروس بروكر كيبلوكي لي فيروس، كاين لايت، وكاين المهم كاين يدير لك جوج هنايا في هاد المرة. هنايا بليزيوغ هادوما لي زابليكاسيون المهمين، الا ما تيليشارجيتهمش هادوما راه غراتوي في التيليشارجمون ديالهم. غادي نشوفو كيفاش. هنايا كونفيغوراسيون دو باك اب، لوان بلونش بلونسي ديريكتوري، المهم فايروول، اد بروكر، مادام لي زابليكاسيون كادي غادي نانتيغريهم في لو سيستيم ديالنا ان شاء الله، حيت غادي نحتاجوهم. هنا لا كونفيغوراسيون كاين ريزو ادمينستراسيون كوري ريبيرتوار لوكال ميزاجور سيستيم انفورماسيون سيستيم. هنا الريزو الا بغيت ترجع تعاود تكونفيغوري لي زانترفاس ديالك كتمشي لهنا. بغيت دير لي زادمينستراسيون ديال البارفو هنا شارجمون دو لا كونفيغوراسيون، ما غادي تدينا ديك لي زانترفاس جوج هما هادوما.
الادرس اللي عندنا في الانترفاس اكستر 1.5 انتقن عندك 0.172 ديال درناها. غادي نمشيو سيدي ان شاء الله نديرو انيلي. غادي نمشيو ان شاء الله لي زابليكاسيون. غادي نكليكيو على هاد الشريفيه ابليكاسيون هنايا. اذا كان عندك كونت كدير لادريس والمود باس كدير كونيكسيون. الا ما كانش عندك كتكري واحد الكونت ودير هنا كدير لا كرياسيون ديال الكونت. كونت يونيك على فيليسيتاسيون هيا. هنا دابا في هاد الحالة شنو غادي دير؟ غادي دير نو جو في انستالي لي زابليكاسيون مانيوال هيا. واخا سيدي غنكليكي عليها دير سو افاني دينيس. هنا غادي نشوفو علاش هنا كتكليك عليها باش راه كتيلي شارجي. كليك على هادي هي او التاني. ويب كاش هنا راه حساب عندك واحد في شي كتلشارج عندي. هنا راه غادي نتلشارج دابا راه كيتلشارج لنا لي زابليكاسيون. غادي ندوز ابليكاسيون بابليكاسيون ان شاء الله. انا كياخد شويه ديال الوقت تلشارجمون ديال لي زابليكاسيون. هنا يمكن لك سيلكسيونيهم كل انا كان عندك الدي بي مزيان يمكن لك سيلكسيونيهم. هنا راه تقلال الدي بي صافي تعطيك مشكل ديال الدينيس. كيف ما تلاحظوا راه اللي كتانستالا صافي كتدخل تتانتجرا في السيستيم. هاد لاطي ديال لي زابليكاسيون ماشي كبارين بالنسبة للانستالاسيون. هاد بحال لي زابليكاسيون ديال اندرويد كيتو هما لي زابليكاسيون اندرويد. الانستالاسيون ام ستور هنايا بالنسبة علاش ما مشي انتجري في لو سيستيم وعلاش ما مأصلينش عند في لو سيستيم. علاش؟ حيت هما ما بغاوش يأصليهم. علاش لي سيرفي حيت هادم كيتسمو هادم ما هاد لي سيرفيس هادم. علاش؟ حيت الا عاد انستاليهم غادي ياخدو لهم واحد السباس بزاف كبيرة في لو سيستيم وهما ما بغاوش. علاش يأصليهم؟ انت غادي من بعد ما غادي تانستالي الفايرول ديالك ولا لو سيستيم من بعد كتزيد كتزيد على حساب الاحتياجات نتا اللي باغي هاد لي زابليكاسيون اللي باغي نتا كديرو. اللي ما باغيش بلا ما تزيدو. علاش تزيدو؟ تقال لك السيستيم وصافي ديماراج. دابا تحسب عليك في الديماراج. الديماراج كيدير لك مشكل في الديماراج ديال السيستيم ولا الفايرول. من الاحسن تانستالي ديك لي زابليكاسيون اللي باغي نتا. فهاد الحالة انا غادي نانستالي لي زابليكاسيون كاملين ان شاء الله.
كيف ما تلاحظ لورا دابا كيتيشارجي ابليكاسيون، دابا هاد لي زابليكاسيون اللي كتلاحظهم راه غير راكورسي ديالهم، اما راه دابا كيدير تيليشارجمون ديال الابليكاسيون، وفي نفس الوقت كيدير لانستالاسيون اوتوماتيكمون. هنا كما كتلاحظوا غادي نخلوه تيشارجي لي زابليكاسيون كاملين، غادي يتيشارجي مو يأصل عليهم. هنا ما بقوش بزاف لي زابليكاسيون اللي غادي يأصل عليهم، لي زابليكاسيون مهمين داري الوقت نأصل عليهم ان شاء الله، تيشارجيهم ونأصل عليهم. غادي نمشي للبوست كليون ديالي، غادي نبينج ان شاء الله على البوز ديالي على البارفو. شوفو كاين انا كونيكتيفيتي اونتر لو بوز كليون و لو بارفو، كنا درنا 192.168.16.01 في البارفو الانترفاس او تاش واحد، وهنايا غادي نديرو ان شاء الله لادريس هنا. علاش ما دايش البينك؟ غادي نمشي نشوف بالنسبه للانترفاس، عندي مشكل في الانترفاس هنا في امنت دوت، ندير في امنت 5. هنا كما تلاحظوا الاخوان خص يكون هنا عندكم بالنسبه للماشين فيرتشوال، هنا خص خدمتي في امنت 5 اللي هنا، هنا دير عاوتاني في امنت 5 فيرتشوال نيتورك، دم في امنت 5 بالنسبه للماشين كليون. وهنا في الفايروال هنا كما تلاحظوا راه خدمنا هنايا في لي زانترفاس، انترفاس هذه هي الانترفاس ديالنا ديال اكستيرن انترن لوكال في ام نت 5، والانترفاس اللي عندنا في ويندوز في ام نت 5. الا بدلت ما يدوزلكش البينغ، خص يكون عندك في لو ميم نيت في لو ميم ادابتاتور بالنسبه لل. غادي نمشي نشوف هنا دابا البينغ، كما تلاحظوا البينغ دايز دابا حيت رجلنا ريكارد ريزو ديال في ام وير. باش ناكسيديو للسيرفور ديالنا ولا البارفو ديالنا اون جينيرال، غادي نمشيو للنافيغاتور، ديماري النافيغاتور ديالك. هنا ماشي ضروري ديزاكتيفي البارفو، غادي نمشيو نديروه 172 استاجر واحد اوتوماتيكمون. كتدخل هنا ما كدير لابور لا والو، كدير غير لادريس ديال الانترفاس ديالك ديال السيرفور ولا البارفو، وكيطلب منك اللوغين لو نون ديتيزاتور والمود باس اللي ديرتو نتا. هذا في حالة ما تبغى تجري البارفو ديالك اديستونس ولا سيغ ويب ادمين، هنا كدير كونيكسيون ديال ادريس باش اكسيدي نشتو 172.16.01 ديال البارفو ديالنا. كما تلاحظو يمكننا نخدمو هنا في هاد البارفو هذا، يمكن لك تجريه لوكالمون ولا اديستونس. دوال البارفو ديالنا كما تلاحظو نفس الواجهة بالنسبة لوكالمون ولا اديستونس. كما تلاحظو هي هادي دوال البارفو ديالنا. دابا رانا داخل البارفو ديالي من الويندوز، دوال البارفو ديالي
من الويندوز نزيد لحظة مع الانترفاس les applications cliquez les applications donc moi les applications ou filter paramètres les applications les installées هنا بالنسبة للابليكاسيون ما تيكون بالخضر هاد البوطونة تكون شاعلة ولا كانت طافية تكون بهاد اللون هذا غادي نشوف الكونفيغوراسيون ديال الواجهة ادمنستراسيون يمكنك تجري البارفو ديالك هنايا هنا قدام مش هاد لحظة فيه ميتشاف هاد البارفو دير انولي هادشي كامل ان شاء الله غادي نشوفو اون ديتاي شي كامل كما تلاحظو هاد الريزو نبغي تجاري باتي ريزو ديالو كونفيغوراسيون هنا الانترفاس دي زانترفاس هنا راه يمكننا نديرو بليزيو دي زانترفاس هنا نكريو دي فيلان كما تلاحظون اجوتيهم اجوتي لي فيلان هنا بالنسبة لهاد البارتي هادي هي لو نون دوت كنا نشونجيو لو نون دوت نديرو واحد لو نون دومين ديالنا حنا غادي نشوفو كيفاش نديرو هنا السيرفيس كما تلاحظو هاد السيرفيس هذا مهم هادي في حالة ما بغينا نأكسدو من شي ريزو اخر بار الانترنت بحال دابا كنا في شي ريزو خارج عن هاد الريزو اللي حنا فيه دابا انترنت ويمكننا ندخلو البارفو ديالنا نأكسدو البارفو ديالنا حيت الا بغيت ندخل حنا دابا في هاد الحالة باش دخلنا الاخوان هنايا البارفو ديالنا راه دخلنا لوكالمون باش نجريوه ولا نكون ولكن الا بغينا نأكسدو اديستونس من انوت ريزو هاد لادريس اللي ديرناه راه مخداماش علاش حيت انت هنا في هاد الحالة حنا راه ويندوز بعد الويندوز اللي فيها دابا راه كونيكتي مع البارفو لوكالمون لو ميم ريزو كدير لادريس كتاكسيدي البارفو ديك اوتوماتيك ولكن الا كنت في ان اوتر ريزو راه ميمكنكش تاكسيدي واخا دير لادريس حيت ما تعرفش حيت انت خارج في واحد الريزو وباش تدخل لهنا ما يمكنش امبوسيبل باش توصل باش تاكسيد البارفو ديالك بريزو لوكال بانترنت بلادريس بريفي ما يمكنش هنا في هذه الحاله الاخوان كد بغيت هنا غادي ان شاء الله غادي نخدموا على هذا الريزو كما تلاحظوا الخدمة غادي هاد البارتي غادي ان شاء الله غادي نخدمو عليها مزيان هنا غادي نخدمو بواحد السيرفيس كيتسمى هما في بليزيوغ سيرفيس كاين سيرفيس زون ايديت ايزي دي ان اس دي دي ان اس كاين نيم نيم تشيب دي اس ال ريبورت دي ان اس بارك نو اي بي دي ان اس او ماتيك غادي نخدمو ان شاء الله على شي سيرفيس من هنا علاش هاد السيرفيس هذا كيخوني بان كتكري واحد الكونت ديالك بحال ديك الخدمه ديال الدي في ار الاخوان اللي عندهم الفكره على الدي في ار وكتكري الدي ان اس باش تاكسيدي اللي الكاميرا سيرفيونس ديالك لي فيديو باش يمكن لك تجيري ديك لي كاميرا سيرفيونس بحال هاد الخدمه هادي انوتخ ماشين و ان اوتر ريزو تما تذكري واحد الدي ان اس و كتفيكسي لادريس ديال الدي ان اس و لادريس اي بي ديال حنا غادي بغا ندخلو لموضوع اخر ديال دي في ار ديالك ولا الكاميرا هاد الخدمة غادي نحتاجوها ان شاء الله هنايا ان شاء الله غادي نخدمو بيها هنا في هاد الحالة انت تلاحظوا نمشيو لي سيرفيس لي سيرفيس اللي تخدموا نيميرو دو بور بالنسبه للاتش تي بي اس 443 والاتش تي بي راه
دوك 80 لي ريغل. كنا غادي نشوفو كيفاش نعزل غير نخدمو هادشي كما شفنا ريغل ديال الناط لي ريغل دو كونتورنمون لي روت سيرفيس سيرفور ديني سيرفور ديال سي بي. حنا في هاد الحالة باغي ما اكتبلنا سيرفور ديال سي بي علاش؟ حيت انا باقي عندي بوس عندي لادريس كليا مجرد ما غادي ناكتيفي ديال سي بي غادي يعطيه لادريس وغادي يطلع لنا هنا لادريس ماك ديال البوست اللي فيه هنا ولادريس ديالو لي ديسكريبسيون ديالو عطينا السمية و شنو كيدير هاد البوست ديباناج. بالنسبة للديباناج كنا نديرو الديباناج نديرو لا تيست تيست ديال الريزو تيست ديال الكونيكتيفيتي تيست بينغ تيست ديال الدي ان اس تيست ديال الكونيكسيون تراس روت بالنسبة نديرو تيست تيشارجي اي سي باكيت تيست شي كامل غادي نشوفو ان شاء الله الفيديوهات الجايين باش نشوف لي زابليكاسيون. ها الاخوان كما تلاحظوا هاد لي زابليكاسيون غادي نكمل نتيليشارجو ونشوفو ان شاء الله في الفيديوهات الجايين. وما تنساوش ديروا جيم لي فيديو ديالي سيغ يوتيوب وتابونوا لاشين باش يوصلكم كل يوصلكم كل ما هو جديد ان شاء الله. وتابونوا لاشين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.